صمموا على هذا المقطع وسووا عليه تاك، لان راح اقلد لكم مسلسل يوزر سيف زعم اني الاخ ماهو، ها هذا الكاهن مال المعبد، وزعم هذا الكرش مالي، وزعم هذا الحزام ماله، لان هو يلبس حزام بس ما يبين لان يلبس بلون ملابسه، بس انا لبسه يبين حتى تعرفونه تشوفونه زين، ما احب اصعب عليكم الامور. وزعم هاي اليد مال العلاقه، هاي الكراكيش ملاته اللي يلبسن بديه، ها وزعم هذه القرعه مالته، هاي العلاقه البيضاء القرعه، لان هو قرع راسه بيض بس انا لبست هاي العلاقه البيضاء زعم مالته. وزعم هذا العود الباكوره مالت الاخ ماهو، اعتبروها ماكو، هي صغيره او شوخ اللي تولي روحي اطلع من الموضوع. وزعم هذا امون، ها هذا البوري امون، وهذا هاي الشحاطه القندره راس امون، وهذا الاخ ماهو هاي الشحاطه، وهاي الشحاطه الاخرى ميم سابو ما ادري ايش اسمها، اي وحده ببالكم اي واحد، كل واحد ياهلي يختارها خليها زين. وهاي البطاله الحاشيه والناس والخدم والحشم، هاي السوالف زين، ما علي بيهم، خليهم خلي يولون روحوا، ما انتم ما لكم علاقه بالموضوع. خل دا تبخرون الامون، ليش دا تبخرون لولكم؟ تعال تعال كيمون انت، تعال وخر امشي ولي منا ولي، الله يطيح حظك. انت شو تدورين هنا؟ انت ميم سابو شو تدورين هنا؟ امشي روحي بالقطعه الاخرى، ها امون. آمون العظيم ابلع. شو تصخم هنا يا معزة؟ اشو مطلعينك من هذه من المعبد؟ ها شو الدورة هنايا؟ غير ما تطلع انت الا بعلمي، اشو انت لا ضريتني ولا نفعتني، طيح الله حظك. امشي واخر، شو خلى من راس آمون. شور بي آمون، شور بي آمون، راح اقوم اولد. ولادة صارت عندي. هاي ايش فيك؟ ولادة عندي. ولادة عندي هساخ. وسعي وسعي وسعي. اي طلع راس، طلع راس الطفل. طلع راس الطفل. طلع هاك. اي يابا. وك هاي معزة. هاي معزة. سويت بي يا معزة. اصخام الصخمك. انت من ورا هذا امون طلعت لي. اهبل خير هذا من امون ما اريده.